السلام عليكم. من الحاجات الكويسة في أوتوكاد براند 3D وتوفر وقت، إن لو أنا عندي بول لاين ممكن يكون معمول في الأوتوكاد، سهل جدا إن أنا أحوله لباي. أول حاجة باجي هنا وأقول له أنا عايز لاين تو باي، ممكن مختار المقاس اللي أنا عايزه، مجرد بس أعلم على البول لاين اللي أنا عايزه فهو أوتوماتيك بيتحول من خط عادي أول ما أدوس إنتر لبورن لاين بالشكل دوت.